عليكم ورحمة الله. الإخوان في هذه الحصة إن شاء الله غادي نخدموا على واحد البارتي جديدة من الكوردينا ديال لا كونتابيتي جينيرال، بارتي كتعلق بطبيعة الحال بلي بروفيزيون. مي دابا غادي نخدموا لي بروفيزيون ديال لي تيتر. ألوغ ديجا خدمنا لي بروفيزيون تاع بيان سور لي زيموبيليزاسيون كوربوريل أن كوربوريل، وخدمنا على لي بروفيزيون ديال لي كريونز. دابا كيما قلت لكم غادي نخدموا على لي بروفيزيون بوغ ديبريسياسيون بيان سور ديال لي تيتر. دونك قبل ما نهضروا على لي بروفيزيون تاع لي تيتر، كي خصنا نعرفوا بعدا اشنا هما هذوك لي تيتر، ولا لاش كيقول شنو كيقصدوا بهم. طبيعة الحال واحد الشخص في راس ماله مثلا عنده واحد القطر ديال الفلوس، مثلا عنده 10,000 درهم ومشى لواحد الشركه، شنو مشى بغى يدير في هذيك الشركه؟ كو غادي يقول لهم بغيت نولي انا معاكم شريك في هذه الشركه، يعني الربح اللي كتربح هذه الشركه انا ناخذ منه شويه اكسيتيرا، يعني كيتسمى مساهم، ولا في اللغه تاع لو كونتوتي كيتسمى اكسونير. نورمالمون هما غادي يشدوا من عندهم الفلوس، وبالمقابل شنو غادي يعطيو؟ غادي يعطيو واحد الورقه، هذيك الورقه هي اللي كنسموها التيتر، اللي كتسمى في اللونجاج جينيرال بلاكسيون. داكور، مي هاد لاكسيون ولا هاد التيتر غادي يكون فيه جوج ديال انواع طبيعة الحال. النوع الاول هو اللي كنقولوا ليه تي بي، تيتر دو بارتيسيباسيون. النوع الثاني هو تي في بي. اشنو الفرق بين تي بي و تي في بي؟ الوغ الشركه غادي تبروبوزي على هذا الشخص هذا اللي عطاها الفلوس، وهي عطاتو ديك الورقه على اساس ان ديك الورقه مكتوب فيها ان هذا السيد راه ولا شريك معنا، وعطانا القد والقد ديال الفلوس. غتخيروا بين جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى غادي تقول ليه الا بغيتي نعطوك تي بي شنو هما المميزات ديالها، هو انك كتكون كتساهم في القرارات اللي كيديروا في الشركه، داكور، وكتاخذ الربح ديالك من الشركه في لافان ديال كل عام. يعني مثلا الشركه في الاخر ديال العام، مثلا لوطخو نتايا دوز ان غيريزات مثلا واحد الربح ديال 100,000 درهم، داكور، فهاد 100,000 درهم هاد السيد غادي ياخد حقه منها، ولكن امتى؟ حتى الاخر ديال العام، سو فورم دي ديفيدون. دونك الربح اللي كياخد واحد الشخص مشارك في واحد الشركه كيتسمى ديفيدون. امتى غادي ياخذ؟ قلنا حتى الاخر ديال العام، وعنده الحق يساهم في القرار ديال الشركه. الا وقف على هاد الشروط راه حنا غنعطيو التي بي. باغ كونتخ تي في بي شنو هو؟ غادي نقول ليه هاك غادي نعطيوك هاد الورقه، ولكن راه ما كتدخلش معنا في القرارات ديال الشركه، وما كيكونش عندك حقك في الربح. دونك هو اشنو اللي غيربح من هاد الورقه؟ هو كيقدر يعاود ويبيع يشري ويبيع فيها، باكو. يعني مثلا كيجي عند واحد الشخص كيقول لي شوف انا راه عندي واحد الورقه تاع 100 درهم اش بان لك انت نبيعها لك 150 درهم، دونك هنا هو ربح 50 درهم، داكو. الوغ الفرق بين تي بي و تي في بي الاخوان، اون جينيرال كو تي بي كتسمى اكتيف ايموبيليزي، يعني في البلان كونطابل راه الكلاس جوج، باغ كونتخ تي في بي كلاس ثلاثة. ورا كنعرفو ما بين المميزات ديال كلاس جوج اللي هو اكتيف ايموبيليزي، هو اي حاجة كتنتمي لهاد الكلاس راها كدوز كتر من عام، دونك لا ديوغي ديالها كتكون سيبيغ ايكال دوز موا. باغ كونتخ اي حاجه كتنتمي للكلاس 3 اللي كتسمى اكتيف سيركيلو راه كتكون انفيريور ا دوز موا، يعني انفيريور من عام، داكو. الكونت الاخوان ديال هاد تي بي اللي حنا يعني هاد لي تيتر راه كاينين جوج، كاين تي بي تي في بي. الكونت ديال تي بي هو 25 10، الكونت ديال تي في بي هو 35 0. دونك تقدروا تطلبوا في بلون كونطابل باش تاكدوا طبيعه الحال. حنا دابا غادي نشوفوا لي بروفيزيون ديال هاد لي تيتر. كيفاش البروفيزيون؟ هو عندك واحد تي بي مثلا شريتيه اليوم ب 100 درهم، بقيتي كمتبع ديك الشركه شويه، رديتي البال ان ديك الشركه مثلا ما بقاتش السلعه اللي كتبيع ما بقاوش الناس كياخذوها، دونك هذاك لاكسيون ولا هذاك السهم اللي شريتي ب 100 درهم ممكن غدا ولا بعدو يطيح الثمن ديالو، اولا يطلع، يعني ممكن يولي كيسوى 120 درهم لا بغى شي واحد يجي يشري من عندك، اولا يولي يسوى 80 درهم. دونك انت عندك جوج ديال الحالات. حنا شنو هي الحاله اللي غادي نهتموا بها؟ هي فاش كينقص الثمن. دونك هذه هي اللي غادي ندرسوا، اللي كتسمى البروفيزيون. البروفيزيون طبيعي الحال هي الخساره المحتمله، يعني انا شريت واحد الحاجه ب 100 درهم ولا بغيت نبيعها ولات كتسوى غير 80 درهم، فانا شحال غادي نكون خاسر؟ 20 درهم. دونك هذه هي البروفيزيون. دونك هادشي اللي غادي نحاولوا نشوفوا في هذه الحصه ديالنا ان شاء الله. كيف ما كنشوفوا الاخوان، حنا كما قلنا كنهضروا دابا على لي تي بي اي لي تي في بي. دونك تي بي الكونت ديالهم في بلون كونطابل هو 25 10. فهاد الكور ديالنا اللي حنا خدامين هادو هما لي كونت اللي غادي نستعملو باغ ديبا، كاينين دي كونت اخرين ما غنخدموش بهم دابا. الوغ لي كونت اللي غادي نستعملو هما هادو، كاين 63 92، وكاين 73 92، وكاين 26 51. غادي نشوفو الحالات اللي كنخدمو بهم. كذلك بالنسبة للتي في بي كاين الكونت ديالو هو 35 00. لي كونت اللي غادي تستعملو
يعني بوندون هاد الكور كامل اللي حنا غادي نخدمو ديال البروفيزيون. هما هاد ثلاثة، كاين 63 94 73 94. هنا بيان سور درس او، يعني راه مرة كيكون هذا مرة كيكون هذا، هذا ديما كيكون لا ميم شوز بالنسبة للتي في بي، مرة كيكون 63 94 او لا 73 94. شنو الفرق بين هذا؟ اي في بلاصة 6 كنديرو 7، وهنا ديما كاينة 39 50. نورمالمون هاد الكونت هذا هو ديال لي بروفيزيون، كيف كنديرو ليه؟ يعني كي درنا تنتقلنا من هنا لهنا، هو كتشد هاد الكونت هذا والرقم الثاني كتردو تسعود، كذلك هنايا 35 ما بين 3 و 5 كنديرو تسعود، وهنا كتولي زيرو. فاش كتلقى واحد الكلاس كي مثلا كلاس جوج او كلاس 3 والرقم الثاني من وراه هو تسعود، كنعرفو داخل عليه البروفيزيون. داكوغ، الوغ غادي نشوف واحد ليكزيرسيس باش تفهموا معايا الطريقه اللي غادي نتبعوا في الجواب ديال التمرين، ولا كيفاش غادي نتصرفوا مع التمارين اللي غادي يكونوا عندنا. دونك غادي نتراسيو واحد الطابلو ديالنا، وطبيعه الحال قبل ما نهضر على ليكزيرسيس، كما قلت لكم انا كندرس البروفيزيون. نورمالمون البروفيزيون كيفاش كنحسبها؟ دونك راه كيف ما كاينه قاعده ديال البروفيزيون في لي كريونس، كاينه قاعده ديال البروفيزيون في لي تيتر. سهله القاعده، ما فيهاش شي حاجه. شنو كدير؟ الوغ كيف ما نعطيكم مثال، واحد الحاجه شريتها ب 100 درهم، تيتر سوا تي بي سوا تي في بي خديته ب 100 درهم، وواحد اخر خديته ب 200 درهم. هذا اللي خديته ب 100 درهم قالوا لي ان راه ولا كيسوى 120 درهم، وهذا اللي خديت 200 درهم قالوا لي راه ولا كيسوى 150 درهم. شكون اللي فيهم خاسر فيه؟ بيان سور هذا هو اللي خاسر. علاش؟ حيت هذا كيما كتلاحظوا، هانتوما شوف معايا، فإلا جيت درت مثلا 100 ناقص 120 شحال غتعطيني؟ تعطيني ناقص 20. فاش كتخرج ناقص يعني ما تخدمش، راه ما عندكش بروفيزيون. هانت الحاجة شريناها ب 100 ولات كتسوى 120، يعني حنا رابحين. باغ كونطخ واحد الحاجة شريتها 200 ولات كتسوى 150، شحال خاسر؟ 50. كيف غنديرو لهاديك 50؟ فغادي نجي نطبق القاعدة، الثمن باش شريت اللي هو 200، وشنو غادي نقسم منه؟ طبيعي الحال غنقسم منه شحال ولات كتسوى اللي هي 150، شحال غادي تعطينا؟ 50. دونك 50 هي الخسارة المحتملة ديالنا من هاد التيتخ اللي حنا يلاه شرينا، اللي هو مثلا واحد التيتخ، هذا التيتخ أ وهذا التيتخ بي. حنا خصنا نشوفو دابا هاد 50 اللي خرجت لنا كيفاش غادي نتعاملو معاها ونيفو ديال الجورنال. الوغ الإخوان كما كتلاحظوا معايا عندنا واحد التمرين، شنو فيه؟ فيه لي تيتر، دونك تي بي تي بي تي في بي تي في بي. هنايا كيلو شنو كتعني؟ كتعني لا كونتيتي، كو هذا شرينا منه 500، هذا شرينا منه 100، هذا 200، هذا 80، بشحال؟ دونك هذا البري، فهو انا كنقصد به البري داشا طبيعة الحال. دونك البري داشا بشحال شرينا؟ ماشي كلهم هاد 500 كلهم شرينا 250، نو، الواحد كل تيتر خدينا ب 250 درهم. داكو، هادو شرينا منهم 100 بشحال؟ 300 درهم الواحد، اكسيتي غدا 100 درهم ودا 150 درهم. هادي الكور، شنو كتعني الكور؟ شحال ولا كيسوى، اولا شحال غيولي كيسوى، شحال غادي يولي كيسوى في البورصة. دونك نورمالمون خصني نكتب كور بورسي، حيت لي زاكسيون فين كنعرفو الثمن ديال المشط طلعو ولا هبطو؟ في البورصة. دونك لي زاكسيون سوا تي بي سوا تي في بي، هذا ولا كيسوى 210، هذا 320، 110، 120. دونك هنا السؤال الوحيد هو كيقولك باسي لي زيكريتور نيسيسير تاع لو 31-12N، انت خصك تجي تطبق القواعد وتشوف واش عندك بروفيزيون ولا لا. دونك قبل ما نبداو نحسبوا الاخوان، غادي نديروا القاعده. شنو هي كل قاعده ديال البروفيزيون؟ شنو كتساوي؟ دونك كتساوي بري، اش من بري؟ اللي هو البري داشا ناقص الكور، داكور، فوا لا كونتيتي. خاص الريزلتا تخرج موجبه، الا خرجت الريزلتا موجبه دونك راه حنا عندنا بروفيزيون. باغ كونطخ الا درت البري، خديت الثمن تاع الشراء اللي هو البري داشا، ونقصت منه الكور وضربت في الكونتيتي وخرجت لي واحد الريزولتا سلبي، دونك في هذه الحاله راه با دو بروفيزيون. و الا كانت بروفيزيون كيخصني نعرف واش ديال تي بي ولا تي في بي، ونمشي ندير لي زيكريتور ديالها. داكور، الوغ هادو غادي نسميهم مثلا هذا التيتر ا، هذا بي، هذا سي، هذا دي. الوغ غادي نطبق القاعده او ميم طون نصيبو الجورنال ديالنا باش نشوفو صح كيفاش غادي يكون. الو غادي نبداو بطبيعه الحال بالتيتر ا. آه. دونك نطبقوا غير القاعده، ما نتلفوا ما شي حاجه. فين هو البري ديال لاشا؟ ها هو 250. دونك بور التيتر ا آه. هي 250 هو البري داشا ناقص اش الكور. فين هو الكور؟ ها هو 210 فوا لا كونتيتي. التيتر ا آه. شحال خدينا منه في لا كونتيتي؟ خدينا الاخوان 500. نشوفوا الخارج شحال غادي يعطينا. دونك غنطبقوا غير الحساب اللي عندنا، كو 250
ناقص 210 فوا 500، شحال كتعطي؟ 20000. و20000 كيف دايره؟ موجبه ولا سالبه؟ بوزيتيف، سيتادير كاينه بروفيس. دونك هاد 20000 خصني ندير لها اكريتور ديالها، ندوز مثلا للتيتر بي، دونك حتى نصايبهم كاملين. وديك الساعه تشوف بالنسبه للتيتر بي فين هو البخي داشا، هو 300. دونك بنفس الطريقه ناقص الكور، شحال ولا كيسوى؟ 320 فوا شحال خدينا منه الكونتيتي؟ 100. نحسبو هذه حتى هي، دونك 300 ناقص 320 فوا 100. دونك نخلي كلشي بالإشارة ديالو، شحال كتعطي؟ ناقص 2000. دونك فاش كتعطينا ناقص، شنو قلنا؟ يعني با دو بروفيزيون، يعني هاد التيتخ بي ما عندي ما ندير لي لا جورنال حتى شي حاجة. ندوزو للتيتخ سي. دابا انا راه واخا تي بي تي في بي الحساب الاخوان كيبقى نفسه ما كيتبدلش، الشيء اللي غيتبدل هو الجورنال. هو هاد 20000 منين بين ديال الجورنال غتختلف على الجورنال ديال تي في بي. نشوفو التيتخ سي، البخي داشا هو 100، الكور هو 110، والكونتيتي هي 200. دونك حتى هي نحسبوها سو كالكولاتريس. دونك عندنا 100 ناقص 110 فوا 200 كتعطينا ناقص 2000. دونك حتى هي الاخوان بعدو بروفيزيون. علاش حنت سالبة؟ نشوفو التيتخ دي، البخي داشا تاع التيتخ دي هو 150، شحال ولا كتسوى؟ 120 فوا الكونتيتي هي 80. نشوفو شحال غادي تعطينا. دونك 150 ناقص 120 فوا 80 شحال كتعطي؟ 2400. 2400 كيف دايره؟ موجبه، يعني كاينه بروفيزيون. يعني اون جينيرال القاعده اللي خدمنا بها هي ديال البخي ناقص الكور فوا الكونتيتي. يعني انت غير من الملاحظه ديال الطابلو باش كتعرف واش كاينه بروفيزيون ولا لا، شوف كتشد البخي ياك غير بشوف وكتقارنو مع الكور. الكور هو الثمن ديالو في البورصه. شنو كتلاحظ؟ الا كان البخي صغر من الكور راه با دو بروفيزيون. امتى كتكون البروفيزيون؟ هو الا كان البخي كبر من الكور. ها انت شوف معايا 80 باردون، هذه الكونتيتي او البخي 150 مقارنه ب 120، شكون اللي كبر؟ هذا يعني هنا كاينه بروفيزيون. هنا هذا شكون اللي كبر؟ هاي يعني هنا با دو بروفيزيون. 300 مع 320 هذا كبر، هنايا 250 هي اللي كبر. دونك هادو هما اللي فيهم بروفيزيون. فاش غادي دير 250 ناقص 210 راه باين، هنا غتعطيك ريزلت موجبه، هنا سالبه، هنا سالبه، هنا موجبه. وفين كاين الموجب؟ هي فين كاين بروفيزيون. الوغ الاخوان تي بي و سي كما قلت لكم ما عندنا ما نديرو بهم، فهاد الحساب ديالهم غادي نحيدو وغادي نكتفيو فقط بالتيتخ ا و دي. والتيتخ ا و دي غادي نديرو ليهم ليكريتور ديالهم ديال البروفيزيون. دونك نقدر نمسح هاد هادشي ونجيب الحساب هنا للجنب باش نصايبو الجورنال. الوغ شنو قلنا على التيتخ ا؟ تيتخ ا سي تان تيتخ تي بي او بي تي في او دي باردون تي في بي داكوغ. تي بي شنو هما لي كونت لي كيكون فيه؟ هما هاد ثلاثة. دونك الحالة الأولى هو فاش كتكون عندك بروفيزيون، ها هما لي كونت لي غادي تستعمل. الوغ غادي نصايب الجورنال الزونال غادي يكون ديالهم جوج، واحد تحت واحد. علاش؟ حنت عام واحد ما عندناش مشكل. طيب الحال بروفيزيون ديما كتكون في الفان ديال عندك، شاش كيتسمو لي كيتسمو لي طرافو دانفونتير. الوغ 31 12 ان، وهنا غادي نديرو دي يعني نفس العام. دونك هاد ليكريتور الاولى ولا الجورنال الاولاني الاخوان عنده علاقه بالتيتر ا. دونك دونك هنا غادي نجي نكتب بروفيزيون ديال ا، وهذا راه عنده علاقه بالبروفيزيون ديال دي على اساس ان ا تي بي و دي راه تي في بي. دونك شنو لي كونت اللي قلنا بالنسبه للتي بي؟ دونك كتشد هاد الكونت هذا مول 63 هو اللي كيكون في الدي بي، 63 92. وفي الكريدي كيكون هذا ديما، هذا الكونت كيكون في الكريدي الا كانت عندنا بروفيزيون 29 51. شنو المونطو اللي غادي نحط؟ هاد 20000 اللي خرجت ليا. نفس الامر بالنسبه للتيتر الثاني،
شنو لي كونت اللي غادي نستعمل؟ ديما الكونت ديال الكلاس تاع لي شارج هو اللي كيكون في الدي بي، 63 94، وهنايا 39 50. شنو المونط اللي غادي نحط؟ 2400. دونك هذه هي البارتي الاولى بالنسبه لي تيتر، كو كتكون عندنا بروفيزيون سواء كاينه ما كايناش. وهنا شحال من عام عندي الاخوان؟ عندي عام واحد. دابا الحاله الثانيه اللي غادي ندوز لها فهي فاش كيكون عندي عامين، ديك الساعه غادي نشوفوا لي زيكريتور اللي غادي يكونوا عندنا. الوغ الاخوان، المرحله الثانيه كما كتلاحظوا تزادنا واحد الخانه جديده، يعني ان هاد لي تيتر هادو راه بقاو عندي على مدار جوج ديال السنوات. دونك لاحظوا هنا العام اللي عندي هو ان، وهنا العام اللي عندي هو ان بلس ان. دونك عندي جوج ديال السنوات، بمعنى احتمال انه يكون عندي جوج ديال لي بروفيزيون. نورمالمون كنسهل انا لي دوني عليا، اشنو كندير؟ كنجي كنصايب واحد الطابلو، تقدر هاد الطابلو بيان سور كتصايبو غير في البغويو ماشي شي حاجه، وهو اللي غادي يسهل علينا الخدمه. الوغ شوف معايا، كناخد الطابلو ديالي، ancien provision sur l'ajustement et l'observation. Donc, qui m'a quitté là dedans. خلينا نصغر واحد شوية، مي غادي نديكالي الفوق. دونك معليش، واخا مفتوح شوية من الوسط، مي غير باش نلقى اسباس فين نكتب. دونك اشنو كندير الاخوان بالنسبه لهاد العمليه؟ لاحظوا معايا شحال من سنه عندي هنا، عندي جوج، عندي ان و ان بلس ان. فكنسبق العام الجديد، شكون هو؟ هو ان بلس ان. باردون هاد الخط ما كانش عليا نديرو، بلاتي غادي ندير بوز حتى نقاد الطابلو. الوغ كيما قلت لكم شنو كندير، كنشوف شحال من سنه عندي، عندي جوج ديال السنوات، عندي ان و ان بلس ان، هل عام جديد هل عام القديم. فهنايا كنجي الاخوان كناخذ العام الجديد، دونك كنجي كنكتب بحال هكا، كنكتب بروفيزيون ديال ان بلس ان، وهنايا كنكتب بروفيزيون ديال ان، دونك ديال جوج ديال السنوات اللي انا عندي في الطابلو. هنايا كنكتب غياجيستومون، دونك ار جي كنقصد بيا الغياجيستومون، كندير هنا بلس وكندير هنا موان، وهنا كنكتب اوبسيرفاسيون. داكوغ، شوفوا معايا القاعده كيف غادي نخدم بها. نورمالمون غادي نجي مثلا للتيتر ا، داكوغ، غنجيو للجناب، غادي نجي للتيتر ا. تيتر ا الاخوان شحال من عام دوز عندي؟ واش هاد الخانات بجوج عامرين؟ دونك دوز عندي ان ودوز عندي ان بلس ا. دونك فانا غنحاول نحسب البروفيزيون ديال ان، ونحاول نحسب البروفيزيون ديال ان بلس ا بالطريقه العاديه. الوغ دوز عندي جوج ديال السنوات، دوز عندي ان ودوز عندي ان بلس ان. دونك نحاول نحسبوا البروفيزيون ديال ان هي الاولى. القاعده شنو كتقول؟ هو كناخذوا طبيعه الحال البري داشا اللي هو 250، دونك كتشي اللي عندنا في التمرين هو البري داشا 250، الكور هو 210، دونك ناقص 210. فاش كنضربوا هادشي في الكونتيتي اللي هي 500، نفس القضيه غادي نديرو عند ان بلس ان. بيان سور بالنسبه لان بلس ان البخير راه كيبقى هو هو، شكون اللي كيتبدل؟ هاد الكور، يعني هاد 210 شحال كان كيسوى في ان مي ان بلس ان ولا كيسوى 230، هاي ناقص 230، الكونتيتي غتبقى هي 500. دونك نحاولو نحسبو هاد جوج ديال لي فالور. الوغ 250 ناقص 210 فوا 500، الاولى حنا ديجا حاسبينها هي 20000. نجيو لا فالور الثانية، 250 ناقص 230 فوا 500 شحال كتعطي؟ 10000. مزيان. دابا نجيو لهاد الطابلو ديالنا، فين هي البروفيزيون الجديدة ديال ان بلس ان؟ هي 10000. فغادي نجي نكتبها هنايا، البروفيزيون القديمة شحال هي؟ 20000. البروفيزيون القديمة شنو غندير هنا الاخوان؟ غندير 10000 ناقص 20000. دونك 10000 ناقص 20000، هايا، يعني بحال كناخد البروفيزيون الجديدة ناقص البروفيزيون القديمة. الغيزولتا واش غتخرج سالبة موجبة ولا سالبة؟ دونك هايا نتأكدو منها، هي 10000 ناقص 20000.
شحال عطاتنا؟ ناقص 10,000، دونك غادي نحطوها هنايا. سي بون، فاهمين؟ فاش كتخرج ليك السالبة، انت غدير، نعطيك انا القاعدة وديك الساعة انت غادي يبان ليك. الوغ نفترضو هنا عندك واحد اكس وهنا عندك ايكغيك، يعني بروفيزيون ديال ان بلس ان بروفيزيون ديال ان. هاي القاعدة، بروفيزيون ديال ان بلس ان كتنقص منها البروفيزيون ديال ان. عندك جوج ديال الاحتمالات، سواء تخرج موجبة سواء تخرج سالبة، يعني تقدر تخرج موجبة او لا في حالة اخرى انك دير اكس ناقص ايكغيك وتخرج الريزولتا سالبة. شوف معايا، الا خرجت موجبة كنقولو اوغمونطاسيون دو بروفيزيون، يعني راه عندنا اوغمونطاسيون دو بروفيزيون. خرجت سالبة كنقولو الاخوان ديمينيسيون دو بروفيزيون. نتمنى ان العملية تكون مفهومة. كيفاش اوغمونطاسيون دو بروفيزيون او لا ديمينيسيون؟ حنا الاخوان دابا شنو خرجت لينا؟ خرجت لينا 10,000 في الموان. يعني شوف معايا، في ان كنتي غتخسر 20,000، اما ان بلس ان وليتي غتخسر غير 10,000. فدرنا 20، درنا 10,000 ناقص 20,000 شحال عطاتنا؟ هذا 10,000. يعني عندنا ديمينيسيون، دونك الا كانت بلوس راه اوغمونطاسيون، كانت موان راه ديمينيسيون. داكوغ، هاد القضيه كنديروها لا بالنسبه للتي بي لا بالنسبه للتي في بي، ما عندناش مشكل فيها. نجيو دابا للجورنال، يعني بحال دابا غندير ملخص ومن بعد كسر غادي نصحو التمرين بشكل عادي. دونك لي تيتر كيما قلنا جوج ديال الانواع، كاين لي تي بي وكاين لي تي في بي. لي تي بي فيهم جوج ديال الحالات. شنو هما جوج ديال الحالات؟ هو فاش كيكون عندنا عام واحد، اولا فاش كيكونوا عندنا جوج ديال السنوات اللي هما ان اي ان بلس ان. داكو، نفس القضيه بالنسبه للتي في بي الاخوان، حتى هما فيهم جوج ديال الحالات. يعني سواء تكون تعاملتي معاهم غير في عام واحد، اولا تعاملتي معاهم في جوج ديال السنوات ان اي ان بلس ان. نورمالمون فاش كتكون عندك غير عام واحد، ديك الساعه كتجي كتطبق القاعده مباشره. شنو هي القاعده ديال البروفيزيون؟ ها هي، اولا نكتبوا حنا بعدا القاعده هي الاولى كسا نشوفوا واش كاينه بروفيزيون ولا ما كاينش. شنو هي القاعده؟ هو كناخذوا البري ناقص الكور، وهاد الشيء كنضربوه في الكونتيتي. الا خرجت الريزولطا موجبه او لا خرجت الريزولطا سالبه. الا خرجت الريزولطا موجبه دونك راه عندنا بروفيزيون، خرجت سالبه يعني با دو بروفيزيون. نتمنى هادشي يكون واضح. فاش كتكون عندنا الاخوان الريزولطا موجبه يعني بروفيزيون، يعني فاش درت بلوس بروفيزيون، يعني هاد المونطون اللي خرج كنمشي كندير ليه الجورنال بحال هكا. واش زوران طبيعي الحال، حيت عندي عام واحد دونك غيكون الاخر ديال داك العام 31/12 اين. دونك ما تنساوش انا راه كندوي غير على لي تي بي. شنو هما لي كونت اللي كيكونوا في لي تي بي؟ 63 92 وهنا 29 51. اش من مونطون داك البلوس؟ هاو بلوس بلوس. هادي امتى؟ فاش كيكون عندي عام واحد. فاش كيكون عندي جوج ديال السنوات، دونك نكحزو هادشي باش نكملو. فاش كيكون عندي الاخوان جوج ديال السنوات، كنجي كناخد هاد القاعده هادي وكنطبقها. دونك كنجي كنحسب البروفيزيون ديال ان ياك، وكنحسب البروفيزيون ديال ان بلس ان. اشنو كندير؟ شنو هما الاحتمالات اللي غادي يخرجوا ليا؟ دونك من بعد، دونك ندير واحد الخط، من بعد كناخد البروفيزيون ديال اش؟ ديال ان بلس ان ناقص البروفيزيون ديال ان. ف الى خرجت الريزولتا موجبه او تقدر تخرج الريزولتا سالبه. الى خرجت الريزولتا موجبه كنقول عندنا اوغمونطاسيون دو بروفيزيون، خرجت الريزولتا سالبه كنقول عندنا ديمينيسيون دو بروفيزيون. يعني عندي جوج ديال الجورنالات، يا هذا يا هذا. نديرو الا كان عندي الجورنال، طبيعي الحال كاين اللي غادي يقول لك الحاله، كاين اللي غادي يقول لك اجي ولا خرجت زيرو. الا خرجت زيرو راك مهني، ما كدير حتى اكريتور. دابا انا كندوي غير على جوج حالات، الا خرجت الريزولتا موجبه ولا خرجت سالبه. بحال هنايا حنا الريزولتا اللي خرجت لنا كيف دايره؟ سالبه. وعطينا مثال راه غنشوفوه في التمرين ديالنا، تقدر تكون الريزولتا موجبه. دونك نعطيكم انا الجورنال وديك الساعه غادي نكملو. الوغ الجورنال الا كانت الريزولتا موجبه، يعني عندنا اوغمونطاسيون دو بروفيزيون، والا كانت سالبه الجورنال كيكون على هذا الشكل.
الا لاحظتوا معايا في الاول دوك لي كونت اللي كنت درت ثلاثه ديال لي كونت. واحد القضيه، هنا عندي جوج ديال السنوات، عندي ان و ان بلس ان، ديما كناخذ العام الجديد شكون هو، هو ان بلس ان، وكناخذ الاخر العام ديالو، يعني لا دات اللي غتكون هنايا راه هي 31 12 ان بلس ان. داكشي غادي يمشي يدير ان حتى هنايا 31 12 ان بلس ان، ديما خد اخر عام. الوغ الاخوان، الا كان عندك لوغمونطاسيون دو بروفيزيون، الجورنال ديال هذا كيبقى نفسه كيتعاود، يعني راه كيتشابهو. كتجي كدير هنايا 63 92، وهنايا 29 51، وكتحط دوك المونطون اللي خرج لك موجب. فاش درتي هذا ناقص هذا، المونطون اللي خرج هو اللي كتحط هنايا. وبيان سور البروف باش كتفرق ليه، عندك اللي غادي يقول لك كوره باش غيعرف البروف واش انا خدام على هذه الحاله ولا على هذه الحاله. هنا مثلا كاجي كتكتب لي كونستاتاسيون دو بروفيزيون، كونستاتاسيون دو بروفيزيون يعني اللي بيلي. هنايا شنو هو اللي بيلي ديالك؟ هو عندك اوغمونطاسيون دو بروفيزيون. الحاله الاخرى، داكشي اللي خرج لك بالموه، رجع نديرو تذكير لي كونت اللي كنا درنا في الاول. هانتوما هاد الكونت استعملناه، وهذا استعملناه، هذا باقي ما استعملناش، غادي نستعملو دابا ديال 73 92. دونك فاش كيكون عندك ديمينيسيون، داك المونطو اللي خرج لك بالموه كتحطونه، وكتحطونه هنا الفوق كتكتب 29 51، يعني داك اللي كان هنا في الكريدي في الديمينيسيون كيولي في الديبي، وهذا كيهبط لتحت وفي بلاصه 6 كتولي 7، كتولي 73 92. هادشي اللي كاين بالنسبه لي تيبي. دونك هذا بحال ملخص على شكل شيما بسيط، نتمنى انكم تبقاو عاقلين عليه. ندوز دابا بالنسبه للتي في بي. تي في بي تمر نفس القضيه، غير لي كونت كيتبدلوا، يعني ما كاينش شي تغيير كبير. الوغ باش ما نطولش عليكم، نتمنى ان هادشي اللي درنا اللي عنده علاقه بالتي بي لي تيتغ دو بارتيسيباسيون يكون فهم. دونك اللي غنقول لكم هو نفس الشيء اللي درنا في التي بي كان الاخوان في التي في بي. دونك حتى هو كتشوف واش عندك عام او لا عامين. الا كان عندك عام، فكتمشي كتطبق القاعده ديال بخي ناقص الكور في الكونتيتي. خرجت الغزيطة موجبة عندنا بروفيزيون، خرجت سالبة با دو بروفيزيون. إلا كانت موجبة هي اللي كتهمنا، كندير هاد ليكريتور ديالنا 63 94 39 50. باغ كونطخ شوفو في التيبي شنو كان، هانتوما باش يبان لكم مقارنة. هنا كانت 63 92، هنا لا 63 94، هنا درنا 29 51، هنا درنا 39 50. كانوا عندنا جوج ديال السنوات ان و ان بلس ان، فكنمشي كنحسب البروفيزيون ديال ان، كنحسب البروفيزيون ديال ان بلس ان. دونك هادي راه واحد شكون كتبان ديال ان بلس ان. شنو كنمشي ندير؟ كناخد البروفيزيون الجديدة ناقص القديمة. خرجت موجبة اوغمونطاسيون صفر، ما كاين با دو بروفيزيون، سالبة ديمينيسيون. داك المونطون اللي خرج ليا، يعني عندك تاخد هذا ولا كتاخد داك الفرق، وكدير الجورنال ديالو. هاي اوغمونطاسيون دو بروفيزيون، يعني هذا راه بحالو بحال هذا، غير هنا كنكتبو كونستاتاسيون دو بروفيزيون، هنا كنكتبو اوغمونطاسيون دو بروفيزيون. كان عندنا ديمينيسيون، ها هو. دونك هنا كندير ديمينيسيون دو بروفيزيون بهاد لي كونت هادو. دونك نتمنى ان العمليه واضحه. اللي بقى غير واحد الكاب بارتيكولير ديال اش هو، فاش واحد التيتخ ما كيكونش عندك فيه جوج ديال السنوات، كتكون عام واحد. ديما شوف، دير في بالك نهار يكون عندك عام واحد بلا ما تبقى تفكر، عرف راه عندك يا هاد الجورنال على حسب واش تي بي تي في بي. ان فوا تشوف عامين عرف راه هادو. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لي تيتخ هو تي بي تي في بي. اش اللي غادي يبقى هو العمليه ديال السيسيون. دونك سيسيون غادي نخليوه حتى من بعد، يعني فاش كنبيعو دوك لي تيتر. اللي نديرو دابا هو نرجعو الاخوان فقط للتمرين ديالنا باش نحاولو نفهمو هاد الجورنال ولا هاد الشيما اللي كنا خدمنا. دونك التيتر الاخوان ديجا خدمنا عليه، الوغ نقدر نمسح هاد الشي باش نكمل التصحيح ديال لي تيتر. نحيدو هاد الشي. ما تنساوش كيف قلت لكم، سواء اوغمونطاسيون سواء ديمينيسيون، وانا راه ديجا شرحتها غير بينا، يعني تقدر انت بلا ما ضيع كاع الوقت في هاد الطابلو تجي دير مثلا غير بحال هكا هاد القاعده. الوغ هادي بدنا عندها علاقه بالتيتر داكوغ، نحيدو هادي. نجيو الاخوان عاوتاني للتيتر بي. شوفوا انت ما تسوقش في الحساب، ما تسوق لا واش تي بي ولا تي في بي، غير حسب وصافي. حتى تبي تصايب الجورنال هذيك الساعه ريح وبدا تشوف واش تي بي ولا تي في بي. الوغ نجيو للتيتر بي، حتى هو كيف ما كنشوف عندكم جوج ديال الخانات عامرين، يعني تعاملنا به على مدار جوج ديال السنوات. دونك تيتر بي، دونك غنحسبوا ليه البروفيزيون ديال ان، ونشوفوا واش عنده شي بروفيزيون في ان بلس ان. دونك نفس القاعده، البري ناقص الكور. دونك البري هو 150، الوغ عندنا هنا 150
وهنا 150، دونك البري ما كيتبدلش، ناقص ناقص. شكون الاخوه اللي كيتبدل؟ هو الكور، الكور في ان وفي ان بلس 1، هنا كانت 120 وهنا كانت 100، دونك 120 وهنا كانت 100. طبيعه الحال الكونتيتي ما غاديش تبدل حيت ما بعنا منه حتى شي حاجه. شحال هي الكونتيتي؟ هي 80. دونك نشوفو لي فالور شحال يخرجوا لنا. 150 ناقص 120 فوا 80 كتعطينا 2400. تيتخ بي نفس القضية، 150 ناقص 100 فوا 80 4000. دونك كما كتلاحظوا كلهم كيخرجوا بوزيتيف، يعني كاينه بروفيزو. دابا ها هما عندي جوج ديال لي فالور، غادي نجي هنا عاوتاني. دونك بطبيعة الحال هنا غادي نجي نكتب ديمينيسيون باش نفهموها، هادي عندها علاقة بـ A. دابا نجي لـ B، B لي فالور لي خرجو فيني البروفيزيون الجديدة هي 4000، البروفيزيون القديمة 2400. شنو غنديرو؟ هادي ناقص هادي، 4000 ناقص 2400 كتعطي 1600، 1600 موجبة هنايا. دونك إخوانا اش عندنا؟ بكل بساطة أوغمونطاسيون. دونك او بي سالين معاهم. طبيعي الحال شوفوا معايا، راه هاد لي مونطو اللي كيتحطوا هنا هادو هما اللي غادي نستعمل في الجورنال، داكوغ. دونك نمسح انا هاد الجهه ديال او بي باش يبقى عندي لي سباس فين نكمل. بالنسبه للتيتخ سي او دي طبيعه الحال، دونك بنفس الطريقه غنمشيو عند التيتخ سي، حتى هو عنده الخانات عامرين، يعني كاين في ان و ان بلس ان. دونك ان ان بلس ان، دونك نفس القاعدة، البخي 100 ما كيتبدلش. اش اللي كيتبدل الاخوان؟ هو الكور. شحال هنا في ان؟ شحال كانت؟ 80. وفي ان بلس ان شحال كانت؟ 70. الكونتيتي حتى هي ما غاديش تبدل، الكونتيتي شحال هي؟ هي 200 و 200. دونك دابا نحسبو بالكالكولاتريس. ثمانية نقاط غير المهم صافي ماشي مشكل. نحسبو البروفيزيون ديال ان، فعندنا 100 ناقص 80 فوا 200 شحال كتعطي؟ 4000. دونك نعودو لا فالور 4000. نحسبو البروفيزيون بالنسبة لان بلس ان، دونك عندنا 100 ناقص 70 فوا 200 شحال كتعطينا؟ باردون عاود الحساب جوج مرات، 100 ناقص 70 فوا 200 كتعطينا 6000. دونك بنفس الطريقة الإخوان غادي نجي للطابلو. دونك عقلوا معايا، هاهي الجديدة وهاهي القديمة. دونك بالنسبة لتيتخ سي شحال عندنا؟ 6000 وعندنا 4000. دونك هيك هادشي اللي كاين، هاهي 6000 و 4000. 6000 ناقص 4000 2000، يعني اش عندنا الاخوان؟ عندنا اوغمونطاسيون. بقى لينا اخر تيتر اللي هو التيتر دي، دونك نمسحوا هذا الشيء. دونك كما كتلاحظوا بالنسبه لي تيتر ساهلين، التعقيد شويه فين كاين؟ هو في ملي كندوزو للسيسيون او للسورتي. دونك بالنسبه للتيتر دي الاخوان عندنا جوج ديال السنوات، كاينه ان وكاينه ان بلس ان. بنفس الطريقه اش اللي ما كيتبدلش كنكتبوه بالبيض، هو البري هو 120. داكشي اللي كيتبدل كنكتبو بالصفر باش تفهمو. شكون هما؟ هو الكور، هنا كانت 100 وهنا 110، دونك 100 في ان وهذه 110 عندها علاقة بان بلس ان، دونك فوا. خلينا نحيدو هادي حتى هنايا فوا. الكونتيتي ما كتبدلش، شحال هي؟ 100. وغادي نحسبو البروفيزيون بالنسبة لان وبالنسبة ان بلس ان. الوغ 120 ناقص 100 فوا 100 اللي هي الكونتيتي كتعطي 2000. بيان سور الريزيطا موجبة، يعني كاينة بروفيزيون، كون كانت سالبة راه با دو بروفيزيون. هنا 120 ناقص 110 فوا 100 شحال كتعطي؟ 1000. دونك فينا هي البروفيزيون الجديدة؟ هي هادي وهادي هي القديمة، دونك غنديرو 1000. دونك هادي عندها علاقة بالتيتخ دي،
دونك خرجتين ألف 2000، فإلي درت ألف ناقص 2000 شحال تخرج لي؟ تخرج لي ناقص، يعني غنحطها هنايا شحال ناقص 1000، يعني شتي شنو كيعني ديمينيسيون، واش اللي عطل؟ ألوغ هنايا غادي نجي دابا نتأكد نشوف عندنا أ تي بي، دونك هذا تي بي هذا تي في بي، جو بونس هذا تي بي وهذا تي في بي. دابا صافي غير هاد لي مونطون ها هما واجدين، هادو الإخوان هما اللي كنحط في الجورنال، هادو وهادو. دابا كتجي تشد الشيما ديالك وكتفكر، مثلا نجيو سيدي للتيتخ الاول، عندنا 10000، 10000 اش عبارة على ديمينيسيون، وعندنا تي بي، فينا هي بلاصة تي بي؟ ها هي الديمينيسيون، فغتجي تكتب هنا 10000 هنا 10000، مزيان. باردون ديمينيسيون قلنا ياك، هادي هاد الجملة تكتب هنا 10000 هنا 10000. نجيو بالنسبة للتيتخ بي، عندنا اوغمونطاسيون ديال تي في بي بشحال؟ 1600. نمشيو نقلبو على الاوغمونطاسيون ديال تي في بي، ها هو تي في بي، ها لوغمونطاسيون، غنكتب هنا 1600 هنا 1600. شتي وكنبقى غادي بنفس الطريقة، يعني راه العملية سهلة ما كاينش تعقيد. الو غادي نحبس الاخوان في هاد النيفو ديال لي تيتر، سواء تي بي سواء تي في بي، على اساس ان الفيديو الثاني ان شاء الله غادي يكون عنده علاقة بالسيسيون ايضا ديال تي بي وديال تي في بي، دونك نحاول لكم ميم با مي ديباسيوش 30 مينوت حتى لدابا، باغ كونتخ الفيديو فيه 36 دقيقة، باش تحاول ما تملوش في المراجعة ديالكم، والسلام عليكم.